عزيزتي كل أم أحب أرحب بكل واحدة فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أذاكر الولاد إزاي. قبل ما نبتدي أنا حابة أشكركم جداً على التعليقات الإيجابية اللي وصلتنا ويعني أنتوا بتشجعونا إن إحنا نكمل وتعالوا نبتدي مع بعض حلقتنا النهارده باستاذ سمير سلامة خبير تدريس مادة الدراسات الاجتماعية وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل إيه. في دراسات سنه رابعه الترم الثاني علشان نسهلها لاولادنا واحنا بنذاكرها معاهم استاذ سمير مساء الخير اهلا مساء الخير يعني اهلا بحضرتك وطبعا سعداء بوجودك معانا انا اسعد والله بحضرتك وبالساده المشاهدين آه طبعا الامهات كان ردود فعلهم كانت ايجابيه وكانت جميله جدا وشجعونا كتير ان احنا نكمل بعد ما خلصنا حلقات الترم الاولاني أه. الترم الثاني بقى تعالى هبتدي مع حضرتك بسؤال جالنا عن أنماط السكان في مصر، طبعاً إحنا عندنا تنوع في أنماط السكان، فالكلمة نفسها أو التعبير نفسه شوية يعني صعب بالنسبة للولاد، ريت حضرتك تقول لنا نقدر نسهلها إزاي وإحنا بنذاكرها تمام. الأول بشكر حضرتك وبشكر السادة المشاهدين على التعليقات الجميلة. آه ندخل في موضوعنا أنماط السكان، يعني إيه أنماط السكان في مصر؟ أنماط السكان في مصر إن هو بيوزع السكان طبقا للمناطق الجغرافيه. بمعنى احنا عندنا مناطق حضر مناطق ريف مناطق بدو. دول الثلاث مناطق اللي موجودين في مصر. دي احنا لما نيجي نبتدي مع الولاد نقولها لهم بالطريقه دي. بقول له انا مجهز ورقه اهي. الخريطه دي انا شايفه صور والوان وحاجات. الخريطه دي موجوده عنده في الكتاب. احنا عملنا ايه انماط السكان بتنقسم الى ثلاث مجموعات دي ورقه عاديه خالص ورقة اللي عليها. ورق عادية. عليها ورقه عاديه خالص اهي اه ده ستيكي نوت وانا لزقتها تمام تمام ربط الخريطة باللي انا عملته هنا هنا الحضر ودول اللي في المدن ونسبتهم 42.4% وأربعين وأربعة من عشرة في المية الريف ودول اللي عايشين في القرى ونسبتهم سبعة وخمسين وستة من عشرة في المية باقي نسبة ضئيلة جدا هي اللي عايشة في الصحراء طيب الأرقام دي البلد. الأرقام دي استاذ سمير مش هتبقى شوية بتلخبط الولاد عندنا آه لا هو إحنا هنا عندنا في تعداد بيتم كل عشر سنوات الدولة بتعمل تعداد كل عشر سنوات في جهاز مختص بعمل الحصر والتعداد اللي هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تمام هو اللي بيعمل الإحصاءات دي يعني إحنا كمان نقول المعلومات الزيادة دي للولاد ده لازم الولد يفهمها ما يحفظهاش يفهم يعني ايه تعداد هم. ان انا بعد لو جيت اعد افراد الاسره ما هو ده تعداد احنا خلينا يعمل لنا تعداد في البيت آه نعملها <applause> في البيت ده تعداد طيب عندنا كام واحد في الاسره اقل من عشر سنوات اه كام واحد اكبر واللي هم في سن العمل اللي بيشتغلوا يعني حضرتك قصدك ان احنا آه نعمل تعديل لفكره التعداد بان احنا نطبقها علينا احنا في البيت عشان الولاد يفهموا المفهوم ما نفسه انا عايزه برضو ارجع واقول انا عايزه يفهم ما يحفظش تمام هو لو انا طبقت المفهوم عليه في البيت على الاسره وصلت له المعلومه العامه الكبيره فيبدا يطبقها يبدا بسهولة. يطبقها ويفهم المقصود من ده ايه طيب هي طبعا فكره لذيذه وبسيطه والكلام ده موجود عندنا كلنا في البيت في نقطه مهمه جدا ايه بقى معلش ما اقطعش كلام حضرتك اتفضلي بس هو هنا الحضر بيتركز فين في اربع محافظات رئيسيه القاهره اسكندريه السويس بورسعيد وهي دي النسبه اللي 42.4% من عشرة في ال وخمسين وستة من عشرة اللي هم الريف دول موجودين في الدلتا وعلى جانبي نهر النيل وده بسبب وجود المياه طيب احنا نقدر نطلع لهم خريطه مثلا سواء من على الانترنت او احنا نخليهم يرسموها ونخليهم يوزعوا ده بنفسهم انا ممكن اعمل له خريطه الام تعمل خريطه بايدها أهي دي ورقة كرتون عادية ورقة عادية جدا ورقة عادية جدا وأنا مش عايزه يعملها إيه كرسام بمقياس رسم معين لا يا ها. سيدي هات وخطط بس أنت أعرف لي أنت في سنة رابعة وأول مرة ياخد الحاجات دي أعرف لي ده إيه البحر الأبيض المتوسط ده البحر الأحمر ده خليج السويس خليج العقبة، قناة السويس، الدلتا، الوادي، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية. ويبتدي يوزع عليها أنماط السكان زي ما هنذكرها معي وزع معيك. بقى أنت واعمل مفتاح الخريطة براحتك هنا. فكده احنا بنربط بالترم الأول. بالظبط كده، بالظبط كده. تمام، يعني هي فكرة هايلة وأعتقد إن احنا كأمهات بسهولة جدا نقدر نطبقها في البيت. هو خد طبيعي الخريطة في الترم الأول. تمام. وعرف مفتاح الخريطة الحاجة اللي يحطها هنا يحط المفتاح بتاعها هنا طيب بمناسبة الـ أنماط السكان ومفتاح الخريطة وإن ها. احنا عايزين الولاد يوزعوها إيه هم بيدرسوا العوامل اللي بتأثر في توزيع السكان تمام. هل نقدر نربطها بموضوع الخريطة؟ إيه ببساطة جدا هي السكان بتتركز حوالين ايه؟ المياه؟ <applause> المياه؟ تمام طيب. المكان اللي فيه مياه صالحه للشرب وصالحه للزراعه هتبص تلاقي السكان متركزين حواليها. فنقدر نستخدم المعلومه دي اللي هي موجوده اوريدي عندهم طيب انا لو ما عنديش هنا. ميه هقدر اعيش؟ لا وجعلنا من الماء كل شيء حي. تمام طيب. مش كده؟ هنا نهر النيل الدلتا بيتركز فيها. انا هجيب ورقه من دول أهي، وأقول إن السكان هنا في المنطقة دي نبتدي أحط زي نقطة صغيرة بالظبط كده، وفي المنطقة دي أهو خلصت الجزئية اللي فيها كثافة عالية بقوم واخد حتة صغيرة واحطها هنا مفتاح خريطة يبقى انا اقول دي الكثافه العاليه من 8 ل 10 مليون نسمه في المحافظه يبقى احنا كده احنا حولنا المعلومه اللي موجوده عنده في الكتاب ككلمات حولناها لحاجه ملموسه فعلا بايده وهو اللي عملها وممكن بتن بالصلصال ايوه حضرتك بتحب الصلصال يا مستر سمير جدا جدا لانه هو اساس آه عمل حاجات كتيره في الدراسات تمام طيب احنا برضو عندنا في في الدراسات في الترم ده عندنا نقطة تكدس السكان في مناطق معينة. اه. ف... وعند برضو في الكتاب بيطرح حلول. تمام. فالحلول دي أنا كأم معلش حضرتك عارف الدراسات كلها حفظ بس تقيل شوية على الولاد حفظ. وإحنا قلنا فهم خلاص. آه. إحنا قلنا آه. إحنا دلوقتي, آه. دلوقتي بنتبع أسلوب الحفظ. تمام. الحلول. فأنا كأم أفهمهم إزاي فكرة إن أنا في أماكن عندي مكدسة وأسباب التكدس ده أفهمها لهم إزاي؟ خلينا نقول ان 96% او يزيد من مساحه مصر صحراء مش كده؟ تمام الدوله بدات تتجه لايه؟ اقامه المدن الجديده في الصحراء المنصوره الجديده اسيوط الجديده دمياط الجديده العاشر من رمضان العبور ده 6 اكتوبر دي كلها مدن بتقام في الصحراء علشان تخفف الضغط عن المدن القديمه يبقى احنا نبتدي نربط الكلام ده بالحياه الحقيقيه او حياه الولاد قدامه والاحداث اليوميه اللي بتحدث كل ما كانت الحاجه ملموسه وهو سمعها في التلفزيون او شافها على ارض الواقع كل ما كانت المعلومه بتثبت في دماغه اكتر يعني هي حقيقي كل المدن الجديده مقامه في الصحراء فكده اللي... بدات اه يعني احنا بدانا نجد كدوله الحلول دي احنا بتساعد بنغير على... خريطه مصر وخاصه في العهد اللي موجود حاليا بنغير خريطه مصر بدل ما تكدس السكان كله موجود على قد الوادي والدلتا لا بدا المدن الجديده تنتشر في الصحراء بدات الصحراء دي بدل ما كان غير مستغلة دلوقتي مستغلة يا يعني أما في المدن صناعية زي العشر من رمضان وضميات الجديدة وهكذا يا يعني إما في مدن سكانية اللي كل يوم والتاني بيتفتح مدن جديدة طيب اه لو جيت معلش هرجع لنقطة اتكلمنا فيها بالنسبة لتوزيع السكان احنا اتكلمنا عنه بس تمام. حضرتك ذكرت تعداد السكان ففي عندي كانت ام بعتلنا لنا بتقول لنا يعني اهميه ان انا ادرس لابني تعداد السكان وادرسهوله له ازاي يعني ما خلاص السكان معروف عددهم وبيتغير بس ندرسها ازاي نحفظها لهم لا سوري نفهمها لهم ازاي <تصفح> آه، التعداد السكاني بيتم كل عشر سنوات كل عشر سنوات الدولة بتوع بتعمل تعداد سكاني طيب ليه؟ أولاً بتعرف نسبة الناس اللي عددها أقل من سوق العمل ودول محتاجين حد يخدم عليهم يشتغل علشان يأكلهم ويصرف عليهم مش كده؟ علشان يعيشوا محتاجين قد إيه مدارس محتاجين قد إيه مشروعات مستشفيات طرق كباري أه الحاجات اللي هي الخدمية يعني حضرتك تقصد ان احنا أه قبل ما ندي المعلومات للولاد نبتدي نطرح الاسئلة دي عليهم علشان نشوف هم ممكن يجاوبونا ازاي وتفكيرهم يوصلوا خليني فين؟ اطرح عليه سؤال تاني لو انا قلت له احنا اسرتنا يا حبيبي انت واختك اتنين وعمه معاه خمس عيال. مين اللي هيعيش افضل؟ ودخلنا زي بعض. مم. مين اللي هيعيش افضل؟ ومين اللي هيتصرف عليه افضل؟ مين اللي هيلاقي خدمات افضل؟ مين اللي هيلاقي خدمات افضل؟ مين اللي هيدخل مستشفى افضل؟ مين اللي هيتعلم افضل؟ وهكذا. فانا ابتدي يعني اديهم المعلومه بطريقه مش مباشره عن طريق ان انا اربطها بحياتهم جوه البيت. بالظبط. من داخل الأسرة بربط له المعلومة علشان أوصلها له على المستوى القومي حلوة الفكرة دي <applause> طيب احنا طبعا شفنا في التلفزيون مبادرات السيد الرئيس ومن ضمنها مبادرة حياة كريمة وهي ذكرت للولاد عندنا في الكتاب في الترم الثاني تمام فأفضل طريقة أنا كأم أشرح الموضوع ده للولاد خصوصا أن هم يعني هنقول ان هما ما شافوش على الطبيعه المنازل دي كانت عامله ازاي والاماكن الجديده عامله ازاي فنقدر نبسط لهم المعلومات دي ازاي آه خلينا برضو نقول ان العدد الكبير وخاصه في الريف في فكر في الريف بان كثره الانجاب آه يقولوا عليها سند آه عزوه <applause> عزوه وسند للاسره وده مفهوم خاطئ ليه لان ده بيتسبب في اولا انتشار الاميه لان هم بيقدروش يتعلموا فما بيكملوش تعليم وخاصه للبنات طيب. تمام طيب. في زواج مبكر في كثره انجاب وده بيترتب عليه مشاكل كبيره جدا للبلد من هنا بدات الفكره للدوله ان هي تعمل مبادره حياه كريمه للاسر في الريف محتاجين مدرسه اه نعمل لهم مدرسه محتاجين مستشفى محتاجين طرق محتاجين ردم مصارف علشان الصحه العامه كل اللي هم محتاجينه بيتعمل في المبادره دي طيب احنا كامهات برضو هل في وسائل مساعده نقدر نستخدمها عشان نوضح للولاد الفكره دي طبعا آه بالنسبة لمبادرة حياة كريمة كل دقيقة موجود الاعلانات عن لها في التلفزيون فعلا وفي في نشرات الاخبار نشرات في الاخبار في كل يعني يوم اه بيتعمل ايه وبيتفتح ايه المشروعات اللي بتتم افتتاحها كل يوم والتاني ما هي من الحاجات دي يبقى لازم الولد يعرف ايه اللي البلد خاصة اذا كان عايش في قرية ايه الحاجات اللي القرية محتاجاها المشروعات اللي القرية محتاجاها طب وهل الدولة عملتها ولا لأ طب احنا في خطة حياة كريمة الخطة الهين اتنفذت ولا لسه طب القرية اللي جنبينا عملوا فيها مدرسة ومستشفى ورصفوا الطريق لهم حاجات كتيرة جدا علشان يحسنوا مستوى المعيشة يبقى احنا كل ما نربطها برضو بالحياة الواقعية ونخليهم يعني لو شجعناهم يسمعوا نشرات الأخبار يشوفوا معانا طبعا, طبعًا حضرتك عارف في السن ده مفيش رغبة عندهم انهم بسهولة يا طبعًا يشوفوا اه يعني عارف كده انا ما بقى ايه لا تعالى اقعد اسمع النشرة عمره ما يسمعها طيب ايه لا انا اتناقش معه من خلال المناقشه بخليه هو اللي يطلع المعلومه يعني هو يتشجع الولاد عندنا هم اللي يتشجعوا انهم يدوروا بالزبط. ويحبوا انهم يشوفوا حاجه زي دي بالظبط كده وخاصه ان في حاجه في الريف آه مهمه جدا ومنتشره جدا اللي هي انتشار الاميه وعلى فكره الاميه النهارده ما عدتش اميه اللي هي الجهل بالقراءه والكتابه فقط لا ده في أمية معلوماتية ودي أخطر من الأمية المعلومة القراءة والكتابة لأن النهاردة العصر متطور والوقت متطور وبيجري فلا بد أن الإنسان يثقف نفسه في القراءة ويثقف نفسه أن هو يطلع على النشرات وعلى الندوات وعلى المؤتمرات ويثقف نفسه معلوماتيا ده احنا كده كامهات احنا اللي المفروض نكون النواه اللي نشجع الاولاد كمان انهم يعملوا كده لازم نبدا بنفسنا اكيد اكيد ما هو من خلال احنا الولد بيتعلم ومن خلال نحن الولد بيقلد صح هو التقليد احنا لازم نبقى قدوه ومثل لازم نبقى قدوه يعني. له طيب آه عندنا نقطة برضو في في الترم ده يا أستاذ سمير بتتكلم عن تنظيم الأسرة وأهميته. يعني هو الموضوع يبدو ظاهرياً إن هو بسيط بس برضو إحنا كنا محتاجين آه لو نقدر نبسطها للولاد كمعلومات إزاي؟ برجع أقول الولد قارن بين أسرتك وأسرة الجيران. او اسره عمك او اسره خالك شوف العدد هناك قد ايه وعدد اسرتك انت قد ايه ومين اللي هيعيش افضل من هنا بقوله لا ده في حاجه اسمها تنظيم الاسره ان الاسره يدوب عليها واحد او اتنين طفل او اتنين علشان يقدر يعيش افضل يقدر الاب يصرف عليهم افضل يعيشهم افضل صحيا للام افضل طيب هل يعني نقدر نديهم احنا كامهات مواقف حياتيه مختلفه ونقول لهم قرروا اذا كان الموقف ده يبقى افضل ولا لا يعني مثلا هقول له اسره عندها ولد وبنت واسره ثانيه عندها مثلا خمس ابناء تمام والاثنين عايزين يروحوا رحله اي افضل اي منهما افضل يعني انا قصدي ان انا اديله موقف تمثيلي او موقف الاب اه او الام او رب البيت هيطلع مين هل هيقدر يطلع واحد من الخمسه ولا لازم يطلع الخمسه ولاده علشان يسوي بينهم طب واللي عنده اتنين لا اللي عنده اتنين هيقدر يطلع الاتنين لكن اللي عنده خمسه هيطلعهم منين فالولاد ساعتها هم اللي يقرروا اي سيناريو افضل اه بالظبط فالفكره توصل لهم يعني بالظبط بالظبط طيب كان عندنا برضو جزء كده طبعا احنا يعني مصر مليئه بالتنوعات وتراث مختلف ولهجات مختلفه وملابس اه. تقليديه مختلفه وثقافات مختلفه فاحنا كامهات عندنا لقينا في الكتاب في درس بيتكلم عن التنوع اللي موجود في جمهورية مصر العربية من حيث الثقافة واللهجة والفنون نشرحها للولاد ازاي وانا عاجبني الورق اللي معاك يا استاذ سمير قبل ما نوصل للفنون آه. اه احنا عاملين نسبة الامية في مصر ده الارقام دي عليهم اه موجودة كجدول آه. كجدول موجود في الكتاب طب ما كده الموضوع صعب قوي بس فكرة احنا الأرقام. ربطنا الارقام ربطنا الدراسات الاجتماعيه بالرياضيات ايوه هم درسوا فعلا درسوا الرسم البياني اه بالظبط عن طريق الاعمده اه في 1986 كانت نسبه الاميه 49.9% وتسعه من عشره في الميه يعني ما يقرب من 50% في الميه

هيكون نسبة الأمية قد إيه؟ هما اللي يتوقعوا. هو اللي يتوقع. يبقى هنا في تنازل. في تناقص في عدد الأمية، ليه؟ لأن الدولة مهتمة جدا بالكلام ده بمحو الأمية مهتمة جدا وبتعمل آه كذا حاجة علشان تمحي الأمية. يعني أنا ممكن أخلي الولاد يربطوا المبادرات اللي درسوها مثلا مبادرة حياة كريمة. ب بالكلام إن هي تكون بالأمية. سبب من اسباب تقليل الاميه مثلاً؟ طبعا طبعا ده بالعكس النهارده الجامعه الجامعات عموما للخريج قبل ما يتخرج لازم يمحي اميه عدد اه مش كده مطلوبه الدوله عملت الدوله عملت الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار طب هي. هي انا انا بصراحه عجبني فكره ان احنا حولنا الجدول اللي موجود في كتاب المدرسه لرسم بياني لرسم بياني, بياني فانا يعني من ناحيه في ولادي ان هم عرفوا الارقام اللي موجوده في كتاب الدراسات ومن ناحيه تانية انا ساعدتهم يراجعوا شويه على الرياضيات بالضبط كده سريعا اعرض دي كمان ده كمان احنا عاملين هنا كمان رسم بياني آه الفرق بين الريف والحضر في محو الاميه او في وجود الاميه شفت الريف قد ايه اميين نسبتهم 32.2% من عشرة في الميه طبعا من عدد سكان قاطين الريف آه. هنا الحضر سبعه عشر وسبعه من عشرة فرق شاسع طب هما بقى يقدروا كمان يحددوا الاسباب بالظبط كده بالزبط. طيب نرجع بقى للجزء بتاع التراث والتنوع تمام. في التراث واللهجات ايوه نوضحها للولاد ازاي بطريقه سهله وبسيطه برضه لو انا بصيت الفرق بين اللهجه في الريف والمدينه مختلفه في تراث في عندي مدن القناه معمول اللي بتهتم بايه فيها بمبطية فيها سمسمية تراث اللي الصعيد التحطيب مش كده تمام طب الربابه طيب هما ما شافوش الحاجات دي ما يعرفوهاش نقدر نساعدهم ازاي انهم يعرفوها اكتر ده انا ممكن برسمه بسيطه جدا انا رسمتها ما بعرفش ارسم بس عملتها <applause> كلنا التحطيم اللي هم بيلعبوا بالعصايه ودي بنشوفها فعلا في الافلام القديمه تمام يعني احنا ممكن نساعدهم برسمه بسيطه بالظبط اوضحها أو لهم ب... بجزء من فيلم طبعا هم يبصوا سعداء جدا وهما بيتفرجوا عليه اه طبعا طبعا وهو لاحظ ان هو بي... بيتفرج على الفيلم اقول له دي ايه ودي ايه ودي ايه, ودي إيه. تمام هل أنا ممكن أجيب لهم مقتطفات يا أستاذ سمير يعني مثلا فيديو وثائقي وأعرضه عليهم؟ ده موجود على المنصة هايل وقناة مدرستنا أيوه إحنا بنشجعهم يشوفوا الدروس طبعاً <تصفيق> طبعاً <تصفيق> تمام أستاذ سمير يعني شكراً لوجود حضرتك معانا النهاردة أسعدتنا بالأفكار الجميلة والبسيطة اللي نقدر من خلالها نبسط الدروس لأولادنا أنا أسعد والله وأشكره عزيزتي كل أم، شكراً لوجودكم معانا النهارده، كنا سعداء جداً ونتمنى إن إحنا نكون من خلال حلقتنا قدرنا نبسط لكم طرق ومعلومات نقدر نوصل بيها المعلومه لأولادنا ونخلي المذاكره بدل ما هي حملة علينا نخليها حاجه لذيذه وجميله، وعلى وعد باللقاء في حلقات قادمه نشوفكم على خير.